رئيس الجهة والحضور الكريم. أنا التدخل ديالي غادي يكون المختصر المفيد. أولا حنا كنشكركم على هذه المقاربة التشاركية المبنية على سياسة الإشراف اللي هي مهمة من أجل تلقين هذا المشروع التنموي باش يكون على أعلى مستوى. حنا في إقليم صغيرة تمارا كنعيشوا الحمد لله محظوظين نعيشوا واحد التنسيق على أعلى مستوى من طرف السيد العام. وهرهورة كتعيش واحد التنمية كبيرة واحد التهيئة على أعلى مستوى، ولكن هذه هي البداية من أجل صح التنموي اللي يكون في المستوى إن شاء الله. كيف قلت يا سيد الرئيس بأن الجهة هي العامة الأساسية في المشروع التنموي، كما هو الحال الجماعات الترابية، لأن الجماعات الترابية هي العامة الأساسية في المشروع التنموي، وهي والجهة خاص يكون واحد التنسيق وواحد لاكومبانيمون باش نقدروا نوصلوا لأهداف اللي هي اللي تبقى واللي تكون أضبطي هذاك مع المشروع التنموي. وبالتالي فإن الاقتراحات اللي غادي تكون عندنا احنا كجماعة صغيرة اللي عندها مورد طبيعي وهو البحر، هو دعم الاستثمار واستقطاب المستثمرين من أجل دعم التوجه السياحي للإقليم عامة والقرى خاصة، بحيث ملي غندعمو الاستثمار وغنقدرو بأننا نستقطبو مجموعة من المستثمرين غيتسهل علينا بأننا نخلقو فرص الشغل وبأننا نحققو لي زوبجيكتيف ديال المشروع التنموي. هذا هو بيت قصير، وان شاء الله بحول الله انا غادي نبداكم دراسات اللي تكون مديطايه كلشي ان شاء الله بحول الله. وشكرا.